أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية، ولكن بعد أهم العناوين. الهيئة نت، هيئة علماء المسلمين: السياسة التي يرعاها النظام الإيراني لا تختلف عن سياسة الكيان الصهيوني. في المدى، تحالف سني مقرب من المالكي يسعى لإحكام قبضته في نينوى والأنبار. أما في كتابات، اعتقال ضابطين وعدد من المزورين في إدارات مرور بغداد. كتبت الجزيرة: الاحتلال يغلق مدخل مدينتي رام الله والبيري. في العرب الجديد، إسرائيل تسحب فتيل أزمة مع أنقرة بإطلاق سراح 3 أتراك اعتقلوا بالقدس. في القدس العربي، كوريا الشمالية تعد العقوبات الأممية الجديدة عملا حربيا ضدها. ونقرأ في الحياة: تجدد المناوشات بين الحشد الشعبي وداعش على الحدود العراقية السورية. ومن زاوية العناوين إلى زاوية المقالات، والبداية مع هذا المقال والحديث عن السيادة والأمن القومي العراقي. كتب مثنى الجدرجي مقالا في موقع كتابات، حيث يقول فيه: كم تبدو رنانة وطنانة التصريحات الأخيرة لعضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي اسكندر وتوت، التي أكد فيها عدم قدرة الحكومة على إبرام اتفاق مع أمريكا أو أي دولة أخرى لإبقاء ونشر قوات عسكرية دون الرجوع إلى البرلمان، مشددا على أن أي اتفاق سيادي يخص الأمن القومي للبلد بحاجة إلى تصديق وموافقة من قبل البرلمان بصفته ممثلا عن الشعب. لكننا وعندما نقارنها بالواقع فإننا نجدها تصريحات أقل ما يقال عنها جوفاء وغير مسؤولة. عن أي سيادة أو أمن قومي يتحدث ويتويت وهو يسمع تصريحات لقادة ومسؤولين إيرانيين يعلنون فيها أن قرار العراق بيدهم وهم من يقرر مصيره؟ أين السيادة والأمن القومي عندما يجول إرهابي مطلوب للعدالة الدولية كقاسم سليماني ويقوم بتدخلات السافرة في الشؤون الداخلية بحيث يفرض رأيه ومطالبه على من يشاء، ومن يرفض فإن مصيره إما التصفية أو الإقصاء؟ ثم أين هذه اللجنة النيابية الموقرة من تواجد قوات الحرس الثوري والمخابرات الإيرانية في سائر أرجاء العراق؟ بل أينها من السفير الإيراني الذي هو بالأساس أحد معاوني سليماني نفسه وهو يتصرف وكأنه أبرز مسؤول عراقي؟ التصريحات والمواقف الدولية والإقليمية التي تؤكد ضرورة طرد الحرس الثوري من بلدان المنطقة عموما ومن العراق خصوصا، ولا سيما من جانب البلدان الأوروبية بعد أن ثبت دوره السلبي والمشبوه فيها، بل وإن تصنيفه من جانب وزارة الخزانة الأمريكية كجهاز إرهابي، وحتى مطالبة المعارضة الإيرانية النشيطة المتواجدة في الساحة والمتمثلة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بإدراج هذا الجهاز ضمن قائمة الإرهاب وطرده من بلدان المنطقة وقطع أدرعه فيها. ويضيف الكاتب: الوجود الأمريكي في العراق الذي كان سبباً رئيساً وأساسياً لدخول أعداد كبيرة من المتطفلين على السياسة والفكر إلى العراق على الدبابات الأمريكية، وقد دخلوا أساساً وهم قد عقدوا العزم على سرقة ونهب ثروات العراق بمختلف الطرق، ولذلك فقد سمعنا عن قصص الفساد ونهب وسرقة ثروات وأموال الشعب العراقي بما يندر أن نجد له مثيلاً على امتداد تاريخ العراق كله. وقد علمنا جميعا بأنه وفي الوقت الذي كانت القوات الأمريكية والحرس الثوري الإيراني وسيء الذكر وسيط الإرهابي قاسم سليماني تسرح وتمرح في سائر أرجاء العراق وتفعل ما يحلو لها، فأن المتطفلين والدخلاء على السياسة كانوا منهمكين بسرقة وشفط مئات المليارات وليس الملايين.
تسود حالة من القلق والترقب بين سكان المدن العراقية المحررة ومناطق وسط البلاد، خصوصا العاصمة بغداد وحزامها الجنوبية والغربي، من حملات اعتقال عشوائية تستعد قوات الجيش والشرطة المحلية وميليشيات الحشد الشعبي لتنفيذها ضمن خطة رصد واعتقال ما بات يعرف بالخلايا الذائبة لتنظيم داعش. وحصلت صحيفة العربي الجديد على إفادات من ضحايا تعرضوا للاعتقال الأسبوع الماضي وأطلق سراحهم فيما بعد. يؤكد هؤلاء أن قوات الجيش والشرطة الاتحادية والأمن الوطني فضلاً عن ميليشيات الحشد الشعبي هي التي تستخدم القوة كالضرب والتعليق في سقف الغرف أو الترهيب باعتقال آخرين من أفراد عائلاتهم في حال لم يتعاونوا معها. من جهتها تؤكد مصادر أمن عراقية أخرى في محافظة الأنبار غربي البلاد القيام بالإجراء نفسه، لكن على نحو أقل، من خلال حملات دهم مفاجئة لمناطق بعينها وشن حملات تفتيش وبحث داخل المنازل والمزارع والأسواق التجارية فيها واعتقال من يتم الشك به. ويصف أحد هذه المصادر معايير الاعتقال أو الشك بالشخص قبل اعتقاله بعبارة: أي جندي في القوة المقتحمة لا يرتاح لشكل أحدهم يقوم بوضعه بالإيفا، أي سيارة الشحن العسكرية التي تستخدمها قوات الجيش خلال حملات الاعتقال. كما يشير زعيم قبلي في حزام بغداد الغربي إلى قيام الجيش بعمليات اعتقال متفرقة في الأيام الماضية، موضحا أنه تم إطلاق قسم من هؤلاء المعتقلين والإبقاء على القسم الآخر محتجزا. ولا تخلو عمليات الاعتقال تلك من الابتزاز المالي، إذ يضطر ذوي المعتقلين إلى دفع مبالغ مالية تصل إلى 5000 دولار لبعض الضباط والجنود الفاسدين لإطلاق سراح أبنائهم أو تقديم هدايا بسيطة لضمان عدم ضربهم في المعتقل خلال التحقيق. تصاعد وتيرة الاعتقالات في الفترة الأخيرة في مناطق بالأنبار ونينوى وبغداد أيضاً يثير القلق من عودة الأجهزة الأمنية إلى سياساتها السابقة والقائمة على اعتقال المدنيين بالاعتماد على وشايات المخبرين أو الشكاوى الكيدية. وهذا يدل على أن بعض الأجهزة الأمنية لا تزال تدار بأساليب طائفية، وأن المؤسسة الأمنية برمتها تفتقر إلى أي جهد استخباري مهني تعتمد عليه في مكافحة الإرهاب وخلاياه، فتلجأ إلى اعتقال المدنيين الأبرياء بحسب ما أوردت الصحيفة. فيما يتعلق بمشكلة الكهرباء، توصلت دراسة دولية إلى ضرورة غلق الفجوة بين العرض والطلب خلال مدة 3 سنوات، والاعتماد على الغاز المصاحب للنفط الخام والغاز الحر من المكامن الغازية المنتجة وكذلك المكتشفة ولم تدخل الإنتاج بعد. وعد توفر الكهرباء المحرك الحيوي للنهوض بالاقتصاد، بالإضافة إلى تطوير نوعية الحياة والرقي بها في مرحلة ما بعد التحرير، لكن الفساد هو ما يعيق أي تقدم في هذا المجال بحسب مقال للكاتب عدنان الجنابي نشرته له صحيفة المدى. القيادات المتعاقبة على الكهرباء في بغداد منذ عام 2003 إلى تاريخ قريب وقسم مهم منها مستمر لهذا اليوم أوغلت بالفساد، ومثلها القيادات القائمة على إنتاج الغاز، فزاد إحراق الغاز باستمرار وزادت الفجوة بين إنتاج الكهرباء والطلب عليه. وذهب رئيس مجلس الوزراء مؤخرا إلى مؤتمر باريس للتغير المناخي والتلوث، وهو يصرح أن العراق يحرق الغاز منذ قرن من الزمان ويلوث بلده ويلوث العالم. ولا نعلم ما الذي منع وزير النفط ورئيس مجلس الوزراء من تنفيذ حلول عاجلة لمعالجة الغاز والاستفادة منه في إنتاج الكهرباء والاستعمالات الأخرى. ما الذي تسبب في أن يستورد العراق الغاز من إيران لتزويد إحدى محطات الكهرباء الغازية ولا يوقف محرقة الغاز الأخطر في العالم؟ ومن تداعيات مهزلة شراء الديزلات أنها لا تصلح للاستعمال المستقر على الشبكة، بل يتم تشغيلها عالميا على نطاق محدود للطوارئ فقط، علاوة على أن العراق يعاني من نقص في إنتاج الديزل بينما يتوفر فيه غاز طبيعي يتم إحراقه. ويضيف الكاتب أن قضية الكهرباء في العراق لا تتعلق بالمال، فقد تم هدر قرابة 60 مليار دولار لغاية الآن دون جدوى.
وتغرق وزارة الكهرباء بالبطالة المقنعة من الأميين يتجاوز عددهم 120,000، وهي لا تحتاج لأكثر من 2000 من الفنيين والمراقبين، إذ أن حل مشكلة الكهرباء في العراق مثل بقية مشاكل البلاد هي في الإدارة وليس في المال. الحديث عن السيادة السورية لم يعد أكثر من تصريحات غير ملتصقة بالواقع من أركان النظام في دمشق، تتضارب في مضمونها وتوقيتها مع وفود الميليشيات الموالية لإيران، مقاتلين أجانب مع داعش والنصرة وأحرار الشام وغيرهم. قوات روسية وأخرى صينية وغيرها أمريكية وتركية تسرح على الأرض السورية وتمرح، بحسب الكاتبة جويس كرم في صحيفة الحياة اللندنية التي نقلت في مقالها ما حللت، وقالت إنها تصريحات للمبعوث الأمريكي إلى الحرب ضد داعش بيرت ماغورك بشأن الوجود الأمريكي في سوريا. نتابع. سياسيا، تصريحات ماغورك تعني أمرين: أولا، أمريكا ستحمي مصالحها ووجودها الاستراتيجية في سوريا، وستدافع عن قوات سوريا الديمقراطية وشركائها على الأرض. هذه رسالة موجهة إلى إيران والنظام قبل أن تكون موجهة إلى موسكو. أما ثانياً، فالرسالة إلى روسيا هي لكسب تعاونها في رص هذه الخطوط بالالتزام بتفاهم فك الاشتباك وإمكان العمل لاحقاً في شكل المشترك لإضعاف إيران في سوريا. هذا الهدف يطمح إليه الأمريكيون منذ وقت، وهناك مساع منذ أيام أوباما للفصل بين روسيا وإيران، إنما لم تترجم عملياً على الأرض. عسكرياً، يقول مسؤول أمريكي للحياة إن واشنطن تقوم مع شركائها على الأرض بكثير من التحركات على الحدود السورية العراقية لقطع جسر إيران البري من طهران إلى بيروت، ويعتقد المسؤول أن الإدارة حققت نجاحات في ذلك. كلامه يعبر عن مبالغة وتفاؤل من واشنطن كون الحضور الإيراني في شكل مباشر أو غير مباشر في تزايد في كل من العراق وسوريا، وليس واضحا أن إدارة ترامب لديها استراتيجية فاعلة للتصدي له. هناك من يتوقع اكتمال الاستراتيجية الأمريكية في سوريا الشهر المقبل، وأنها ستستند إلى معطيات جديدة على الأرض، بينها بقاء الأسد وعدم توقع حل سياسي قريبا، وإغواء روسيا للابتعاد من إيران والحفاظ على المكاسب الاستراتيجية. ترامب لا يأبه كثيرا بأهمية الملف السوري، وهو يأخذ بتوصيات الجيش الأمريكي وماغورك، وعليه يمكن توقع استمرار السياسة والمهادنة الأمريكية الحالية في سوريا العام المقبل، وتثبيت واشنطن قدمها في نقاط استراتيجية بدل الانسحاب والخروج من المدن والمناطق التي سيطر عليها داعش. ليس هناك مجال للمكابرة في الاعتراف بأن النظام العربي الرسمي أو ما اصطلح على كونه كذلك قد انهار لدرجة لا يستطيع المرء معها لا إصلاحا في البنية ولا ترميما في البنيان بسبب انحسار في العلاقات البينية بين الأقطار العربية، بل نكاد نجزم أن هذه العلاقات باتت مقتصرة ومحصورة في بعض الملفات ذات الطابع الخاص المرتبطة أساسا إما بالتنسيق الأمني لمحاربة الإرهاب أو بتبادل المعلومات والتجارب بغرض التصدي لظاهرة الهجرة أو برسم الخطط في أفق مواجهة بعض مظاهر الجريمة العابرة للحدود. لقد تراجع منسوب الثقة فيما بين الدول العربية بعضها البعض بشكل مريع، وبات الرؤساء والملوك العرب يحتاطون من بعضهم بل ويتجسسون على بعضهم البعض. هذا بحسب مقال للكاتب يحيى اليحياوي ونشره له موقع الجزيرة نت. نتابع. أكاد أجزم بهذه النقطة أنه ليس ثمة قطر عربي واحد لا يدين لهذه الجهة الغربية أو تلك، أو لا يدور في فلك هذه الدولة الأجنبية أو تلك. هذا أمر لا يمكن المكابرة في إنكاره، بيد أن الأخطر فيه أنه ينعكس سلبا على سياسة هذه الدولة العربية أو تلك ومدى انخراطها في مشروع العمل العربي المشترك. حتى من بين ظهراني جامعة الدول العربية يكاد المرء النبيه أن يستشعر درجة تماهي موقف هذه الدولة العربية أو تلك مع مواقف هذه الدولة الغربية أو تلك. أما ثاني بلد في خانة سيئات الأغيار فيتمثل في تداري الأقطار العربية وركونها إلى مبدأ
النأي بالنفس بالجملة والتفصيل، وهو الأمر الذي لاحظناه منذ اندلاع انتفاضات الربيع العربي وسمعنا بعضا منه على لسان رئيس وزراء لبنان مؤخرا بصلب الجامعة العربية مثلا. تبدو الدول وكأنها مسلوبة الإرادة حقا مرتهنة القرار، لا تستطيع تدبيج البلاغات إلا خلف لغة إنشائية مطاطة قد تؤولها لفائدة هذه الجهة وقد تفسرها لفائدة تلك، لكنها لا تخرج مجتمعة عن مبدأ الولاء للأجنبي والهروب من اتخاذ القرار. ويضيف الكاتب: قد يكون هناك بعض من الأمل في ظل سيناريو الإصلاح في الوطن العربي إذا تمت مباشرة الإصلاحات الضرورية في حينه ودون تأخير، لكن الأمر لن يذهب لحد القطيعة مع نموذج الدولة القطرية ولا مع طبيعة علاقاتها مع القوى الكبرى على حساب النظام الإقليمي العربي. بقي السيناريو التغيير، وهو فيما يبدو الأكثر ترجيحاً والأقوى عوداً، هو الذي قد نستشرفه، لكن من المؤكد أننا لن نعيشه كما يرى الكاتب. الطغاة يقتلون بأيدي طغاة يشبهونهم، ومسلسل الدم لا يتوقف، والثورات المضادة التي حولت بلاد العرب إلى ركام تأيد الثورة تحت جثث الضحايا، واقع تمتزج فيه المأساة بالملهات، كلمات تصفق بدلا من أن تحكي، وخراب تصنعه الأصليات التي تتقاتل وتعلن زمن اللا أحد. سوريا تتحول إلى أرض تستبيحها القواعد العسكرية الأجنبية. منذ البداية كانت الثورات المضادة مختبئة في ثياب الثورة، من مصر المحروسة بالانقلاب إلى سوريا التي اجتمع على شعبها بغاة الأرض كلهم، فتسللوا من شقوق الحلم كي يسدلوا ستارا من الدم على بقايا مدنها المدمرة، وصولا إلى ليبيا المجزرة، المجزرة المفتوحة، كما جاء في مقال للكاتب إلياس خوري نشرته له صحيفة القدس العربي. نتابع جزءا من هذا المقال. منذ بداية الثورات المضادة التي قادها العسكر والمافيات والأصوليون ومولتها الثورات العربية المهدورة، تحول الموت إلى احتفال لم يسبق أن كانت المجزرة مدعاة لفخر مرتكبيها كما هي اليوم في بلاد العرب. ليس صحيحاً أن احتفالية الموت كانت حكراً على التيارات الأصولية العسكرية كما يدعي من يسعى لتغطية الجريمة بذاكرة مفقودة. فالاحتفال بالموت العربي بدأ حين استبيح الناس وهدمت المدن، من مذبحة شاتيلا وصبرا إلى المذابح الكبيرة والصغيرة في المدن والسجون العربية، في تقاطع مريب بين القاتل الإسرائيلي والقاتل العربي، لكنها بلغت ذروة لا ذروة بعدها في الربيع العربي. الثورة المضادة التي اجتاحت بلاد العرب وفرت على الولايات المتحدة تخوفها من أي تهديد عربي لإسرائيل، فقد حول المستبدون الحلم العربي إلى كابوس، ونجحوا في لعبتهم الوحشية والدموية في جعل المشرق العربي منطقة لجذب الخراب، فأتت الميليشيات المسلحة من جميع أصقاع الأرض. ويختم الكاتب: بوصلة العالم لها وجهة واحدة في العالم العربي، واسمها فلسطين، في الأرض المستباحة. يعرف الشعب الفلسطيني أن لا خيار له سوى البقاء والصمود والمقاومة، وشوارع الحرية في انتظاره، وهي شوارع تبدأ في القدس وتمتد إلى كل فلسطين، ومنها إلى المشرق العربي. في الخبر المنوع الذي اخترناه لكم اليوم، حديث عن جسم ساطع ظهر في سماء كاليفورنيا فوق لوس أنجلوس، تحديداً عند غروب شمس الجمعة.
ما أثار المخاوف والتكهنات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ماهيته. التقط الكثيرون صوراً للجسم ونشروها على موقعي فيسبوك وتويتر. لم يكن الجسم قادماً من خارج الأرض للقيام بزيارة، وهو تسبب في خيبة آمال محبي الأطباق الطائرة. ولكان النجم الذي قاد الملوك الثلاثة إلى بيت لحم بعد ميلاد المسيح، كما أشار بعض ممن رأوه. لقد كان صاروخ فالكون 9 والذي أطلقته شركة سبيس إكس الفضائية الخاصة من قاعدة فاندنبرج الجوية، وكان يحمل مجموعة من الأقمار الاصطناعية لشركة أريديوم الأمريكية. نذهب إلى الكاريكاتير. وصلنا إلى ختام صدى الأقلام لهذا اليوم. أشكر لكم حسن وطيب المتابعة. إلى اللقاء.